اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. هرمون التستوستيرون هو اهم هرمون عند الرجال، وهو فعلا اكسير الرجوله لانه المسؤول الاول والاهم عن كل مظاهر الرجوله، زي قوه العضلات وقوه الصوت وحرق الدهون والقوه الجنسيه وغيرها من صفات الرجوله. انخفاض الهرمون ده في الجسم بيأثر على الحاجات دي بشده وبيسبب ضرر كبير جدا، بالاضافه الى انك بتشعر بالكآبه والحزن، وكمان بيحصل تقلبات مزاجية. كمان قلة الهرمون ده بتسبب ضعف في العظام وهشاشة عامة، ده غير انه بيحصل انخفاض في مستوى الشعر. في مشكلة كبيرة بتظهر عند الناس اللي عندهم نقص في الهرمون ده، وهي مشكلة التسدي. مشكلة التسدي اللي بيحصل فيها وهو بروز الصدر عند الرجال بشكل غير محبب وبشكل ظاهر جدا، واللي بيكون مسؤول عن المشكلة دي هو نقص هرمون التستوستيرون. بشكل عام مريض نقص التستوستيرون بيعاني من السمنة وزيادة حجم الكرش وخسارة الكتلة العضلية، ده غير الكآبة وفقدان الطاقة والقوة وكمان انخفاض الرغبة الجنسية. وعلى فكرة من الحاجات الغلط اللي كتير مننا عارفها ان الهرمون ده موجود عند الرجال فقط، لا في الحقيقة هو كمان موجود عند السيدات ولكن بنسبة اقل بكتير. علشان تعرفوا ازاي نقدر نرفع معدلات هرمون التستوستيرون طبيعيا، فالحلقة دي هتكون تلخيص لاهم الطرق اللي نقدر نرفع بيها هرمون الذكورة ببساطة وفي نقط محددة وسهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت مش هنستخدم اي ادوية تماما. خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. بالمناسبة دي حابة في دقيقة نهني كل شعب الجزائر بفوز بطلتهم وبطلة العرب إيمان خليف اللي فازت بذهبية الملاكمة، البطلة اللي اتهموها بزيادة مستويات هرمون التستوستيرون في جسمها وشنوا عليها أبشع حرب شعواء. في الآخر شرفتنا ونقدر نقول ألف مبروك لكل العرب والشعب الجزائر. طب إيه هي الطرق اللي من خلالها نقدر نرفع هرمون التستوستيرون لعشر أضعاف وبطرق كلها طبيعية؟ أول طريقة هي ممارسة تمارين المقاومة وكمان رفع الأثقال. تمارين المقاومة سواء على أجهزة أو على أوزان حرة أو حتى باستخدام وزن الجسم، كل أنواع تمارين المقاومة بتزود مستويات الهرمون ده بشدة، واللي بدوره بيزود الكتلة العضلية. ونصيحة لو كنت بتتدرب وحدك أو بتتدرب في جيم، حاول ما تهربش من يوم تمرين الرجل، لأن أكبر كتلة عضلية هي الرجل اللي ممكن تساهم بسرعة في زيادة الكتلة العضلية وبالتالي هتزود هرمون الذكورة. تاني نقطة وهي الحصول على معدلات نوم كافية. احدث الدراسات اثبتت ان معدلات النوم الكافية من 6 ل 8 ساعات هي من اهم اسباب زيادة الهرمون ده، ونقص عدد الساعات دي بيأثر على الهرمون ده بشدة. النقطة الثالثة وهي الاكل الصحي. من اهم الطرق اللي بقدر ازود بيها هرمون التستوستيرون هو الاكل الصحي والمتوازن، لكن خليني اقولك ان العنصر الاهم في الاكل هو التركيز على البروتين، لانه بيساهم بشدة في رفع مستويات هرمون التستوستيرون. كل انواع البروتين زي اللحمة والفراخ والسمك وكمان البيض، وعايزاك تركز على عنصر الزنك بالذات. النقطة الرابعة وهي تقليل هرمون الكورتيزول، عايزاكوا تركزوا معايا في النقطة دي. الرابط بين هرمون الكورتيزول وهرمون التستوستيرون هو رابط عكسي، يعني كل ما يزيد هرمون الكورتيزول في الجسم كل ما يبدأ ينخفض ويقل هرمون التستوستيرون. طيب ايه هو هرمون الكورتيزول ده؟ ده هو عبارة عن هرمون التوتر والقلق، وكل ما الانسان يحاول يبعد عن التوتر والقلق ويعيش حياة هادية على قدر الإمكان بيقل هرمون الكورتيزول، وده بدوره بيأثر على هرمون التستوستيرون وبيبدأ يزيد بشدة. النقطة الخامسة وهي فيتامين دي. هرمون التستوستيرون بيزيد بشكل كبير جدا لما يبقى عندك مستويات فيتامين دي طبيعية. فيتامين دي طبيعيا ممكن تاخده بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، كمان ممكن تاخده من البيض أو التونة أو الأسماك الدهنية. طيب ولو مش هتقدر تاخده بشكل طبيعي فممكن نحصل عليه خارجيا من الادويه. طيب الادويه دي زي ايه؟ زي مثلا الدافيليندي او الاسوفورتين، او ممكن ناخده من الحقن علشان نقدر نحصل على فيتامين دي بشكل سريع، زي مثلا الديفارول والديكابرينو. طبعا
ما تستخدمش علاج لنقص فيتامين دي غير بعد التحاليل وغير بعد ما تتأكد انه ناقص في جسمك. بس بالمناسبة دي عايز اقول لكم ان معظم الناس عندها نقص فيتامين دي، وتقريبا ما فيش تحليل فيتامين دي شفته وكانت النسبة طبيعية الا اقل قليل من الناس. اخر نقطة والنقطة السادسة، وهو التخلص من الدهون عامة ومن الكرش بشكل خاص. انتاج هرمون التستوستيرون بيقل بشكل كبير جدا مع زيادة نسبة الدهون في الجسم، وبيعتبر كده التستوستيرون والدهون هما اعداء لبعض. يعني ببساطة لما بتزيد الدهون في الجسم بتنهار معدلات هرمون التستوستيرون، وعلشان كده لما تبدأ تتخلص من الكرش فده هيساعد بشكل لا تتخيله في رفع هرمون الذكورة عندك. طيب ممكن حد يجي يسألني ويقول لي طب ليه يا دكتور اتعب نفسي بكل ده، طب ما انا ممكن اخد التستوستيرون في شكل حقن. لازم تعرف ان الناس اللي بتعمل كده بالاكتر هم لعيبة كمال الاجسام، وده بيمثل خطورة كبيرة جدا على انتاج الهرمون بشكل طبيعي وكمان على الخصية، وانا منصحش ابدا باستخدام اي هرمونات خارجية. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفيد. وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات اللي هقدمها أول بأول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن.